السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. هذه كما كتشوفوا سطيحه من سطيحات الصيد المصيده في حي المحيط بالرباط. وهاد الايام الاخيره عرف قدوم اخويات الكالامر. الكالامر كتنمو من صغيره لكبيره. هذا الموضوع نطرقوا له بعد ان شاء الله. ولكن في القدوم دائما كيختفي السمك لاسباب ان شاء الله نفصلوها في الباقي او في القادم من الفيديوهات ديالنا ان شاء الله. الرحمن الرحيم.